يعني زي ما احنا شايفين يا كابتن هيثم، يعني حاله من الحزن الشديد للجهاز الفني واللاعبين عقب انتهاء المباراه بسبب احمد قطب اللي تعرض لاصابه يبدو انها قويه، طبعا نقل فورا للمستشفى، وكل الجهاز الفني واللاعبين عقب انتهاء المباراه مباشره توجهوا للمستشفى، واكيد نتمنى السلامه طبعا لاحمد قطب، هو احد طبعا لاعبين نجوم النادي الاهلي واللي قدم مباراه كبيره جدا النهارده، واكيد نتمنى له التوفيق ونتمنى له تكون العوده سريعا ان شاء الله قبل كمان نهائي افريقيا، لكن شكل كده الامور هتبقى صعبه بالنسبه لمحمد قطب. ان شاء الله نتمنى تكون الاصابه بسيطه، لكن لسه مستمرين معاكم، ومعانا طبعا احد اعضاء مجلس اداره نادي سموحه طبعا كابتن محمد عجلان. كابتن محمد، طبعا كابتن احمد عجلان، برحب بيك وبقول لك هارد لك. مباراة كانت كبيرة، أداء على مدار البطولة من فريق سموحة أداء جيد جدا، وصلتوا قبل نهائي بطولة أفريقيا، وأعتقد ده في حد ذاته إنجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بحب أبارك للنادي الأهلي طبعا. طبعا زي ما حضرتك قلت، إحنا وصلنا للمربع الذهبي في حد ذاته كان إنجاز لينا، وإحنا كان طموحنا أكتر من كده إحنا نوصل الفاينل، بس ربنا ما أردش. طبعا النادي الأهلي نادي كبير، فرقة الأهلي فرقة خبرات، فرقة بطل أفريقيا 3 سنين، بطل عرب، بطل الدوري، فالحمد لله على الأداء، وإن شاء الله نحرز ميدالية برونزية المركز الثالث بإذن الله. الأهداف بالنسبة لكم من خلال المشاركة في البطولة دي هل تحققت؟ طبعا اتحققت بوصولنا للمربع الذهبي، ولسه ان شاء الله طموحنا في المركز الثالث باذن الله، بحيث تبقى الثلاث فرق اللي حصلت على الثلاث مراكز الاولى فرق مصريه باذن الله ان شاء الله. المباراه بقى فنيا النهارده شفتها ازاي؟ المباراه فنيا احنا للاسف الشوط الاول كنا بعيد شويه، بدانا في الشوط الثاني والثالث نرجع للماتش، لكن زي ما قلت لحضرتك هو فرق الخبرات هو اللي حسم النتيجه في الاخر لصالح النادي الاهلي. تمام، اشكرك شكرا جزيلا بالتوفيق. متشكر لحضرتك، الف شكر. طبعا كابتن هيثم، ده بعد انتهاء مباراة الاهلي وسموحه فوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0، لكن خليني اقول لك ايضا هيكون معايا في هذه اللحظات